حبسيه نافذه ماشي غير الوريد. اذا تبين اذا تبين راه حنا ماشي كنجيو كنقولوا لا انت حيت كذا كذا، لا راه كاين 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 اسس ديال المحاكمه العادله، كاين راه باقي حنا الله في البدايه الطريق، راه قاضي التحقيق عنده واحد المهمه محصوره غير في اجراء تحقيق، هذا كيوجد ليها كيوجد الملف ديالها كيوجدوا ليها قاضي التحقيق محايد وما كيتاثر حتى شي جهه. حتى دوك الناس ضحايا ديال باطما اذا صح التعبير ان هناك ضحايا، راه كل واحد غادي ياخذ الجزاء ديالو، غادي ياخذ العقاب اللي ارتكب شي جريمه يصير يعاقب، واللي ما ارتكبش راه ما غاديش يمكن له يتعاقبوه لانه كاين كما قلت لها جريمه ولا عقوبه الا بنص. التحقيق باقي مسالات والتحقيق كاين واحد السريه ما كناش نعرفوا شنو كاين، راه يمكن يخرج هذا الشيء اللي كدير فيه المغنيه وفات حمزه مون بيبي فاتو، وهذا الشيء اللي بغينا نوصل احنا هذه الرساله اللي بغينا نقولوا لها كوني مع الله يكون معك، ديري بوجه هذوك البنيات وهذا الشيء اللي كنشوفوا اللي كيتنشف في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلي الخليجيين اللي كيتكلموا عليها واللبنانيين وهذا الشيء كاع نشرناه عندنا في القنوات، لان هذا الشيء لا يعقل والقضيه فيها كما كنقولوا داك الشيء اللي على بالكم الشوكولا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. شجعونا اخوتي بلي لايك والتعاليق ديالكم اللي كتهمنا في القناه، جزاكم الله كل خير. اليوم اخوتي غنتكلم على هذه المغنيه اللي خلاني انني خرجت وغنتكلم على هذا الشيء اللي كنشوفوا واحد المهزله اللي ما بعدها المهزله. السيده وليت كنقول وجهتها هذه المراهقه المتاخره، لان هذا الشيء اللي انا كنشوفوا لا لبسها لا مكياجها لا الحركه ديال كلامها لا بزاف ديال الحوايج اللي ما كتشرفش كما كنقولوا المراه المغربيه. فضيحه المغنيه اللي وصلت لي اخوتي من بعد فراقها مع توك واللي خلات ان الخرجات ديالو الاخيره ما بقاش حامل يشوف داك المنكر. علاش؟ ماشي على هي، على بناته. قال لك انا اللي كيهمني هما بناتي، هذاك الشيء اللي كدير راه ما يبغيه لا ربي ولا عبده. وهاد السيده اخوتي اخر مره سمعوا تستروا عليها، اخر مره اللي قضات مع بناتها العيد الكبير دوزاتو كنا شفنا كاع ستوريات من بعدها الغابر الظاهر، واللي خرج كيقول هذا الشيء راه الناس منهم فيهم واللي كيخرجوا كيتكلموا عليها، اللي قال لك بانها اش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللي هي والعاشق الولهان والسهرات والمسخ والمنكر والفسق اللي كنشوفوا وكنقولوا علاش تما غتصب، علاش قصحيات القلب ولات في بنادم، راه المنكر راه المنكر اخوتي اللي كنشوفوا. والسيده اللي فضحاتها قريبه لها وهي عرفات شكون هي. دابا هاد المغنيه قال لك السهرات وسير وسير مع العاشق الولهان فنادق، اي اخوتي فنادق والدنيا هانيه والسما صافيه، والغاري في الامر قال لك كتبقى دير هذوك المسائل ما نعرف ديال الممنوعات انا باش تنشط وتضحك وتنسى كاع داكشي اللي كيتقال عليها ما كيهمهاش الامر. واخا حنا كنضلوا نهضروا على هذا الحساب المشؤوم حمزه مون بيبي، اين النقد ديال المغنيه؟ فهي ما كيهمهاش، هضروا حتى الصباح ما كايناش في هذا العالم، فهمت اخوتي؟ ما كايناش في هذا العالم الا عقلتوا شحال فاش كنا كنتكلموا عليها وكنناقدوها في هذاك المسخ والمنكر اللي كدير، وكتخرج وكتواجه معنا وانتم ماشي شغلكم وانا حره وانتم بتغرقوني في هذاك الحساب وانا ما عندي فيه حتى علاقه وسير وسير وسير، فهمتوا اخوتي؟ عقلتوا على هذا الشيء؟ دابا لا السيده والو، لانه ولات كتعرف غير شكون وشكون كي قالت هي، كتعرف الناس نقيين اوباها اللي منهم هذاك ميسي، ميسي بعدا ما بقاش عاقل على كاع نهائيا. السيده راه ما كتخلي ما دير وكتصيفط عباد الله اللي كتعرف انه باش يربي يربي غير يرجع ليها وتكون بغاتو كما كنقولوا بهاد الفهميه، ما كرهاتوش انه يتزوج بها. حنا داك الشيء كله ما شغلناش، ولكن حنا علاش كنتكلموا على هاد المنكر والمسخ والفسق؟ اللي خلانا اننا نجاوبوا هاد السيده هادي باش تحشم على عرضها للخليجيين ولا اللبنانيين، وهذا الشيء كله اخوتي سمعتوه شفتوه بعينيكم راه عيب وعار، راه عيب وعار. وهي ما كايناش في هذا العالم، الام اللي غادي تتكلم معاها وتقول لها نعري الشيطان حتى هي ما كايناش في هذا العالم. الام تاهي راه النشاط واحد الفيديو تاهو تحط فيه كاينه غير هي وبناتها وشي بنات الشطيح والرديح. وفي الاخر اخوتي ملي عاوتاني الفيديو شفتو ماشي البنات، ولقيتهم هادوك اللي راهما على بالكم، والله العظيم الا استغربت امر قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتا هما لابسين لي جيبو والكساوي مقزمين وهاك بالك عاد عرفتهم راهما الله يسر من هذاك النوع المتحول.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الام جالسه والبنت كتشطح والاخت الاخرى حتى هي كتشطح وما كايناش في هذا العالم. وخلي هذاك قبيب بو ديالهم الزين حتى هو هذاك قاعد كيكركر، ولكن كما كنقول راه قاعد كينتف بهم شويه بشويه. راه الاخرى دي دابا كتقول بانه هو اللي كيوقف معايا الا كانت مثلا شي خرجه وكينتف فيها، راه كينتف ويعمر حتى هو كما كنقولوا الشكاره. داك الشيء اللي جمعات في الغرامه كيعطيها كتعطيه وكيخشي كما كنقولوا حتى يعمر حتى هو الكونت ديالو، وفي الاخير يقول لها باي باي. هذاك راه معروف، هذاك راه معروف مدى الخير حتى مع مرته الاولى عاد غيديرها مع مرته الثانيه. اش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولينا كنعيشوا في واحد الفسق اللي الصراحه هادشي راه ما كيدخلش العقل نهائيا. والام اللي غتهضر مع بناتها ما كايناش هذيك نهائي، ما كايناش هذيك شتك حاش ولا تمثل باش تكون ام. ولكن انا اللي كيضرني هنا في هادشي كامل هما هذوك البنيات. البنيات كيفاش غادي هذا يتربوا في واحد البيئه وكنشوفوا الام شاده بنتها بعد النوبات وتحطها في ستوريات لا في تيك توك لا والو، تعلمها الاغاني كتقول لها تعلمي تعلمي زعما ما تديفش شلك كما كنقولوا تعلمي، وكتعلمهاش وكانوا غير شي اغاني كتعلم هادشي ديال التشيخت. الا واو سيدي لا واو. والبنيه تاهي غاديه في هذاك الريتم ديال امها وعجبها الحال، والام تاهي عجبها الحال وما فهمتش والله. تحياتي لبعض الفنانه، هذوك اللي كنعرفهم فنانه ديال بصح، الاغلبيه كيقول لك لا انا خرج لهذا الميدان مثلا، ولكن انا بنتي لا نبغيها تقرا وتشد الدبلوم ديالها ودير شي حاجه اللي غادي تنفع بها. هادشي اللي كاين هادي لا هادي غاديه مع بنتها في هاد السيستيم، وما عندهم غرض والدنيا هانيه. اللي بغى يهضر يهضر واللي والسيده ما مسوقاش ما كايناش في هاد العالم. ما نكذبش عليكم انا لقيتها اللي كانت واخده هي داك الترك كان شوي شوي شوي، ما نكذبش عليكم لانه كان كيهبط عليها وكيقول لها ما تبقايش ديري هادشي. راه الفيديوهات كاملين حنا كنشوفو بعينينا كيفاش كيكالي عليها، كيفاش واخا كان كما كنقولوا ما خدام ما ردام وهذا، ولكن راه هذاك الشيء اللي جمعاتو كما كنقولوا في الغرامه راه كيديه. المهم ما علينا. ولكن دابا لا السيده بعد ما تفرقات معاه ولات خرجات كما كنقولوا رجليها للشواري، ولات كتبين شي مسائل اللي حنا كضرنا لا من لبسها تقزابها شي مسخ شي. وخلي المؤخره ديالها اللي دائما عارضه علينا هاكو هانتوما شوفوا حشاكم وحشا مقداركم، لان هذه راه ما كتشرفش كما كنقولوا المراه المغربيه ما كتشرفهاش نهائيا، راه نهائيا. وخصوصا دابا ما نكذبش عليكم ما خرجت هذا تكلمت في هذا الفيديو، والا انني شفتها هذاك العاشق الولهان اللي هي غاديه معاه الفنادق السهرات والنشاط والويل وشي مسائل اللي صراحه توصلت بها اللي انا تصدمت في امر هذه السيده. لان قلت لكم هادشي كثار من حمزه مون بيبي، يعني الا دخلت هاد المعمعه ديال هذاك الشيء الشكلاط اللي قلت لكم راه الهضره في راسكم صافي. القضيه راه خطيره وخطيره بزاف. هادي بغات توصل بالزربه، بغات توصل بالزربه دير الفلوس كما راه شحال من واحد حنا كنعرفو الله يسر لهلاك ولنا منهم يقول لك حنا خصنا ما كرهناش شي حاجه نوصل لها بالزربه بالزربه اليوم قبل غدا. ولكن شي حاجه ديال الحلال وبشويه بشويه كما كنقولوا نقطه من نقطه حتى يحمل الواد، لا كيبغيو شو ما بغاو داكشي بالزربه توت سويت توت سويت. وهذه قد ما جلسات راه غادي تجيبها في راسها. هذا الخبر اللي توصلنا به